سبعة هي الحزب الكبير الجديد بلبنان، المنصة الحقيقية الوحيدة الوطنية والعبرة للطوائف لتنظيم مشاركة المواطنين بالشأن العام وخلق قيادات جديدة بالمفهوم العالمي للأحزاب. سبعة منا مبادرة يتيمة أو مبتدئة، سبعة أهم مشروع سياسي جدي وطموح على الساحة السياسية اللبنانية اليوم، وهدفنا تصير سبعة أكبر حزب سياسي على مساحة الوطن. بهمنا نأكد أنه ما تم تصميم سبعة بشكل أنه يقودها مصممينا، إنما لوضعها بخدمة المجتمع تيقود المواطن. سبعة هي المنصة السياسية يلي كان بيفتقد لها الشعب اللبناني وجسر عبور للبنان الجديد، وأعضاء سبعة هن إذن أبطال لبنان الجديد، هن من جميع الطبقات والمذاهب والأجيال والمناطق. سبعة هي هويتنا الجديدة بالسياسة بلبنان. سبعة طموحة، شجاعة، حلمة، مسؤولة، سيادية وعصرية. سبعة متمردة، حاضنة، إنسانية، محبة، رائدة، حرة ومصممة. سبعة بتتعدى المفهوم الكلاسيكي للأحزاب السياسية اللبنانية وبتشكل نموذج عصري جديد للعمل السياسي بيتبع آخر تكنولوجيات وأحدث المفاهيم السياسية والاجتماعية الموجودة حول العالم اليوم. سبعة بتأمن مظلة للمواطنين من خلفيات متعددة للعمل السياسي المشترك المنظم والمتناغم. سبعة مبادرة وطنية بخدمة وقيادة المواطن اللبناني، هدفها توريث الأجيال القادمة المنصة العادلة يلي كانت تنقصنا والآلية المنظمة يلي منفتقدها تما يضطروا أولادنا يعينوا يلي نحن وأهلنا عينينا. سبعة صممت باحتراف لمواجهة أمراض السياسة بلبنان وشواذ وجنوح الأحزاب الحالية. سبعة صممت لكسر حواجز اجتماعية ونفسية وتحرير المواطن ووضعه برأس الهرمية السياسية. سبعة بتمثل قضية كرامة إنسان ضحى بالماضي تيتحرر من أعداء الخارج وقرر اليوم ينتفض على مفهوم التبعية العمياء لشخص أو عائلة أو حزب، وهو مفهوم ما عاد موجود بكل بلاد العالم اللي بتحضر. سبعة منصة بتخدم الفرد بدل ما الفرد يخدمها. سبعة بتسمح لكل مواطن تحقيق أحلامه وطموحاته لبناء لبنان الجديد، وسبعة أداة بإيد القوى التغييرية لمواجهة طبقة سياسية خذلتنا لأكثر من ثلاث أجيال. سوا أكيد صار فينا نحقق أحلامنا بنهضة لبنان التاريخية. وصل لبنان اليوم لوضع دراماتيكي من الدمار الممنهج لمؤسساته واقتصاده وإنسانه، وصارت سبعة ضرورة إنقاذية ملحة وحتمية.